حكايه طويله. اللقاء ديالنا كان في واحد المعسكر رياضي، كان ذاك الوقت كان نوجدوا البطولة البحر الأبيض المتوسط اللي كانت هنا بالمغرب في 1900 هي كانت في 1983، ولكن احنا كنا في المعسكر من سنة 82 وكنا في التدريب مجموعين كاملين تما. كان هذاك الساعة جابوا سعيد، كان هو كيعيش فرنسا، مي ما كانش بطل كبير كيف دابا، ولكن كان كي واحد من الأحسن العدائين اللي عندنا بالمغرب، وجابوه باش يدخل المعسكر. دونك حنايا واحد الوقت كنا جالسين تنتعشاو، كتعرفي حنا ملي كيكون شي واحد اللي متجه ليه الأنظار، ماشي كسعيد عويطة اللي وصل دابا، ولكن في هذاك الوقت كواحد من أحسن العدائين الكل كانوا مشاو استقبلوه وسلموا عليه. أنا الوحيدة ما كنتش كنعرفه أصلا. دونك مني كيقولوا لي البنات اللي كانوا معنا، كاين سعيد عويطة، جا سعيد عويطة فرنسا، شكون سعيد عويطة؟ عدى عندنا احسن عدائين في المغرب. دونك انا تنقول لهم ما تنعرفوش شخصيا ما نمشيش. سعيد واحد الوقت شافني انا من وقت العشاء، بقى تيتسائل شكون هذيك البنت. من بعد انا هادشي اللي تيعاود ليا هو والاصدقاء اللي كانوا جالسين معاه، دونك تيقولوا له هذيك البنت راه كدير معنا لاتليتيزم. هو ما تاقش، تيقول له ما يمكنش هذيك تكون معنا في لاتليتيزم، بعدا اصلا ما بينش عليها شكل انها تكون تتجري ولا يعني ماشي حيت من الهيئه، ولكن زعما جاتو غريبه واحد البنت من ذاك النوع كاينه في الاتليتيزم معاهم. دونك كيقول لهم لا، هاد السيده غتكون، هاد البنت كتكون دير لاتلي، غتكون تدير اما جيمناستيك ولا ناطاسيون، مي تيبقاو تيقولوا له نو راه كدير الاتليتيزم. وعيط لي واحد السيد من الاصدقاء ديالنا ويقول لي اجي جلسي معنا. قلت له نو ما يمكنليش، مخلي الطبله ديالي معنا الاصدقاء. بقى تيحكر، قال لي واجي بعدا غير سلمي على السيد. من الاداب تقدم سلمت عليها السلام عليكم، ويقول لي جلسي معنا. قلت لي لا عندي الاصدقاء. قال لي واش انت اش من سبور كديري؟ قلت له لاتليتيزم. قال لي لا ما تديريش لاتليتيزم. دونك اللي كان معاه سولني شنو درتو اليوم في لونطخينمون. دونك ملي بديت كنقول له شنو درنا في لونطخينمون، تاكد سعيد بانني كندير لاتليتيزم. من بعد رجعت جلست بلاصتي. دونك الوقت اللي نضنا صافي غادي نخرجوا كل واحد غادي يمشي، كنتفرجوا في لاتليفزيون ولا. دونك هويا انا مع دزت الطبله ديالته كانت هي اللي قريبه للخرجه، دزت من حداهم وقف، بقى غادي معايا كيهضر معايا. قلتي كديري شنو كديري؟ بقى تيسولني على لي زونطخينمون لي كورس اللي كندير. انسجمت معاه في الهضره، مشينا نتفرجوا، بقى تيهضر. هذيك الساعه ممنوع، كان ممنوع بنت تهضر مع الولد، لدرجه ان احنا كنا ديزاتليت، كنا تنلعبوا تقريبا في نفس الحلبات، كنا في مع نفس الفريق، ولكن فاش كنا في ذاك المعسكر كانوا مانعين علينا البنت تهضر مع الولد ولا تجلس حداه، ولا الا لكانت في الجمع العام بحال دابا مثلا عشاء ولا في وسط لونطخينمون. بقيت كنقول له بعد مني غتخلق لي مشكل، سير ما خصكش. هذا كان جا من فرنسا ما عندوش ديك الفكره، تيقول لي ما فيها والو. تنقول له غتخلق لي مشكل، غيجريو عليا من السطاج. واخده البطولات المغرب فيهم كاملين، كنت خديت البطوله الدراسيه، فزت بالمرتبه الاولى، فزت بالشامبيونات البطولات المغرب عاوتاني في بحال كنقولوا السيفيل ديال الفرق، ومشيت شاركت باسم المغرب في فرنسا في هذاك الوقت، وشاركت في بطوله العالم دخلت السابعه، وكانت هذيك الساعه في 800 متر. لا غير كان باغي يطيحني في الشبكه، حيت مني من بعد الوقت كتعرفي كل شيء، وكتقولي يا كون عرفت بحال هكا ما نقربش ليك. كنت كنلعب مع الرجاء البيضاوي، و في ديك الوقت هذيك لا كورس حنا الفريق ديالي كان متاخر بزاف، وكنا لاعبين رولي. دونك الوقت اللي خديت انا الرولي واخا كنت صغيره وقصيره هذاك الوقت، بقيت كان اكسيليغ جا اكسيليغ حتى دزتهم كاملين، دزت حتى ميم لا فرونسيز اللي كان باسكو لا فرونس كانت هذيك الساعه. دونك جبت انا الرباح للفرقه ديالي، كان شي حاجه من المعجزات في هذاك الوقت. دونك سعيد كان كيتفرج، كان غير مع الفريق ديالو هذاك الوقت، هادشي تنعاود لك كان في الاول ديال 82. دونك بقات في دماغو واحد البنت جرات دارت مزيان، مي ما جاش عندي ما هضرش معايا، وانا اصلا كنت باقا صغيره ما يمكنش نهضر معاها، كنت صغير
مرفوعة يعني غير بهذيك النتائج والفرحة. دونك هو من بعد على ما تيعاود وصحابه اللي تيقولوا هذاك الوقت كان شافني يتفرج في لاكورس من ديك الساعة قال لهم هذيك هي اللي غتكون مراتي. قلت له أنا يا رانت وقيل حماقيتي راه ما يمكنش، أنا باقا صغيرة بزاف هذيك الساعة عندي 17 سنة ما يمكنش نتزوج وأنت تتبقي صغير وهذي. تيقول لي لا أنا بغيت باش نبدا حياتي نبداها بالصح وسورتو لي جوزامبيك ما فيهمش اللعب، انا بغيت نبقى نخرج وندور ونقلب، بغيت وحده اللي تمشي معايا المشوار ديالي من الاول ونمشيو مع بعضياتنا نتقلب على النجاح. كنت باقا ديك الساعه يلاه اللي غادي عندي البكالوريا، العام ديال البكالوريا اللي غنطلع ليه. دونك قلت له انا باقا صغيره بزاف ووالديا من المستحيلات باش نتزوجوا، انا عقليا ديالي ما نتقبلهاش انني نتزوج دابا، باقا ما كاينش ديك الفكره اصلا. لقينا بواحد البلاصه قريبه عندنا تما كاينه جامع السنه هذاك، وكنت نقول ناري كنتلقى واحده جامع السنه ولكن الحمد لله الجامع كان بالخير لحقاش كانت النيه صافيه. دونك ما قدرتش نخرج بوحدي، خديت معايا الاخت ديالي، قلت لهم حنا غاديين غير لواحد دار عمي قريبه تما، دونك ما كيكونش داك دار عمك راه مطمنين حيت كنا قراب. خرجنا هي هذيك تلاقيت به قال لي والو بغيت نهضر معاك، انا صافي قررت. هذيك الساعه كان صافي كي قلت لك لي جوز اولمبيك ديجي، قال لي انا خصني ضروري نتزوج ما يمكنش نساين. وهذيك قلت ليه انا ما يمكنش لي راه باقا صغيره ما يمكنش، قلت ليه حتى دارنا ما غيقبلوش خصني نكمل قرايتي. قال لي انا غادي نوعدهم باش انني غتكملي قرايتك. من بعد تلاقى بالوالد ديالي من مورا فاش تمت الخطبه شي 3 ايام من بعد، ما عرفش كيفاش تلاقى بالوالد واتفق معاه قال لي لا انا راه باغي نضرب لاكت وباغي ندي مراتي معايا وداكشي. الوالد ديال هذاك الوقت الناس ديال هذاك الوقت قال لي احسن ما دير ما درتي، انا مثلا ما نبغيش هذيك الخطبه تطول داخله خارجه. بون هي هذيك جا الوالد كنسمع فيه كيهضر مع الوالده تيقول لها راه صافي راه من 3 ايام نهار الجمعه ولا الخميس راه غادي يكون الزواج ديال خديجه ضرب الكارت، راه راجل السيد راه مزروب وبغى يمشي. سمعت هكاك بقى فيا الحال، اتصلت بيه قلت لي علاش انت مشيتي هضرتي مع الوالد ديالي وانا ما في خباريش وانا قلت لك ما يمكنش. قال لي انا نخليك مورا يجي يديك شي واحد اخر ما نتيقش. قلت لي صافي ياك وافقت وخطبه. قال لي لا انا ديك الخطبه ما كنامنش بها، بغيتك انا مراتي مع مني ما عجبنيش الحال. قال لي وزيدون ما كاين حتى حاجه بيني وبينك، انا مع الوالد ديالك انت باقا ما كتقريش.